في إطار توجيهات الملكية السامية الهادفة إلى البحث عن موارد وإمكانيات مائية إضافية من خلال تسريع وتيرة إنجاز السدود. فهذا سد جديد إن شاء الله غتعطى انطلاقة ديالو واللي غيمكن من تبئة 30 مليون متر مكعب واللي غيتم استعماله أساسا للعمل على أولا تغطية الحاجيات المائية بالنسبة للماشية وبالنسبة كذلك للدواور، في نفس الوقت غيكون البعد المتعلق كذلك بتطعيم الفرشة المائية. أنتم عارفين بأن في هذه المنطقة فكاين واحد الحرارة كبيرة وكاين واحد التبخر كبير، وبالتالي من خلال تطعيم الفرشة المائية فهذا غيساعد باش نضمنوا أولا استمرارية الواحات، وفي نفس الوقت العمل كذلك على ضمان الماء سهل الشرب بالنسبة للساكنة المجاورة. ومن جهة أخرى تم كذلك إعطاء انطلاق مع الجهة على واحد السد اللي هو باطني أي تحت الأرض، اللي هو كذلك غيلعب دور مهم بالنسبة لإنقاذ الواحات في منطقة وإقليم طاطا. شكرا.